نحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر القبة نيوز. اليوم مباراة القمة التي تجمع بين الوحدات والحسين إربد، اليوم مباراة الثلاث نقاط التي لا تقسم على اثنين. خليكم معنا لنسمع رأي الجماهير قبل المباراة وبعد. يفوز اليوم الوحدات. شكرا لحضوركم، تواجدكم، الشباب الطيبة، موقع رائع جدا. الرسالة اللي حاب أوصلها لجماهير الوحدات، هاي هي الجماهير الحقيقية. وصلنا مرحلة المدرج فل، وصلنا لمرحلة إنه المدرج فل والعدد هذا اللي قاعد بيزيد، هاي هي جماهير الوحدات. بالنسبة للفريق يعني بنتمنى منهم يلعبوا بمجهود يسعد هاي الناس بس، وإحنا مع فريقنا بكل الظروف، سواء فاز ما فازش، أخذ بطولة ما أخذ بطولة، هذا عهد قديم علينا، إحنا متواجدين دائما مع الفريق. طبعا إحنا كجمهور نادي الحسين قبل أو غير الخسارة، إحنا خسرنا أوكي المباراة الماضية، بس إحنا الآن بدنا من اللاعبين نفسهم يشدوا حيلهم، أقل ما فيها بس بطولة واحدة بدنا، لا الدوري، هاي واحد. اثنين، بكفينا استهتار، وخليهم يلعبوا لهالشعار، رسالة لكل اللعيبة من الحارس للمهاجم والهيئة الإدارية والكادر الفني، ورسالة لأيمن الحكيم، إذا أنه جبان يطلع برا النادي. إن شاء الله يا ربي تكون مباراة حلوة لفريق الحسين والوحدات. بنتمنى من فريق الوحدات أنه يعطينا مثل أول، مثل يعني باقي الدوريات الماضية، انه يعني جيب لنا 4 بطولات زي كل العوام الماضيه. وبنتمنى كمان من فريق الوحدات اذا خسر او فاز بنقول له هرد لك، والفايز بنقول له مبروك. مباراتنا اليوم مع نادي الوحدات، وفرصه الامل الوحيده اليوم احنا الفوز، وان شاء الله الملكي بحقق الفوز اليوم، واذا فزنا اليوم بصير لنا امل يعني 70% انه يكون الدوري ملكي، وان شاء الله الدوري للملكي هذا الموسم، نتمناها ملكية. الكأس عيننا على الكأس، احنا الدوري تقدر تقول انه في ان شاء الله بحال فوزنا بصير لنا امل ان نفوز على باقي الأندية وناخذ الدوري. مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف اراء جماهير النادي الحسين ونادي الوحدات بعد ما انتهت المباراة بهدف قاتل لنادي الحسين في مرمى نادي الوحدات. بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك لفريقنا. انا بالنسبه بقول لك بالنسبه للوحدات اليوم احسن مباراه بيلعب فيها الحمد لله رب العالمين، بس قدر الله ما شاء فعل، يعني لاعبتنا لعبوا اجتهدوا، كان عبد الله الزعبي توفق في المباراه وكان احسن لاعب، واكثر كلمه بقولها هارد لك لفريقنا، ولسه الدوري بقى يعني في الارض الميدان، وان شاء الله التوفيق من رب العالمين. الفايز بنقول له مبروك، والخسران نقول له هارد لك ويعطيك العافيه. بالنسبه لاداء المباراه اليوم يعني كان اداء كثير، يعني بالنسبه للوحدات كان كثير ضاغط في المباراه، لكن تألق الحارس توتا هو الأسعف الوضع، والحمد لله يعني الشباب الحسين كانوا على قد المسؤولية وقدروا يجيبوا يعني بهجمة مرتدة إن شاء الله الهدف السابق، والحمد لله رب العالمين. أول شيء مبروك لنادي الحسين، والله لا يبارك لجمهورنا ولا يبارك للعيبة، لأنه الجمهور هو اللي مخلى هاللعيبة هاي عمل لها اسم، وكل مباراة قاعدين بيغلطوا نفس الأخطاء وإحنا قاعدين بنزكف لهم. لاعبتنا لياقه زباله، احنا كلياتنا قاعدين كل سنه قاعدين ندفع مبالغ طائله بالمقابل عشان نطلع مركز ثاني ومركز ثالث، وبدا سيء. باعوا صالح راتب اللي بيسوى الفريق كامل عشان يجيبوا محترف سين والمحترف صاد، والمحترفين تعونا باستثناء كلارنس كلهم زباله. يعني انت غير راضي عن اداء نادي الوحدات؟ انا لا راضي عن اداء نادي الوحدات ولا عن الاداره ولا عن اللعيبه، باستثناء كلارنس حطه على جنب، والباقي اللعيبه كلياتهم ما بيلعبوا دوري حارات. هدات بطل الاردن في من اول ما صار الدوري دوري محترفين، احنا مسيطرين على البطولات، اغلب البطولات وحدتيه، هذا يعني مجرد تعثر، وان شاء الله انه نعوضه ان شاء الله. يعني هل ما زال في امل للوحدات؟ في امل ان شاء الله، لانه الرمثا انا مش من الفئه اللي بتقول انه نادي الرمثا بيبيع مباريات، نادي الرمثا كويسين، وان شاء الله انهم يفوزوا على الفيصلي واحنا نفوز على الفيصلي كمان. الدوري باذن الله وحدات، هذا بنقوله، لسه في امل الحمد لله ان شاء الله. والجمهور هاي الكبير كلها مروحه فرحانه، كلها فرحانه مش زعلانه، لانه الاداء كان كثير ممتاز اليوم الحمد لله. والجمهور هاي يوم المباراه الجايه راح تلاقي الملعب فل، ويوم الكاس راح تلاقي المباراه فل كلها باذن الله. هذا جمهور كبير مش زعلان على الفريق، وما في نصيب اليوم الحمد لله. الفيصلي بقى السنوات اللي قبل بده يهبط، بس الحمد لله رب العالمين
يعني هسه الفيصلي اي نعم قوي الفيصلي كويس الحمد لله قوي كويس الفيصلي بس كل مباراه لها ظروفها زي ما قال الشاب المحترم. بتمنى من الله بتمنى يا اخوان جميع الافرقه تلعب زي الوحدات بتلعب مع الفيصلي كل افرقه بترقي عند الفيصلي الا عند الوحدات. طبعا الف مبروك لنادي الوحدات على الاداء تاع اليوم. نعم بصراحه اول يوم من بدايه الموسم بيلعبوا برجوليه فيش توفيق اليوم ما في توفيق نهائيا نهائيا ما في توفيق لعبوا اداء خلص عملوا كل شيء بالفطبول اليوم امان الله عملوا كل شيء بالفطبول. طب برايك ما سبب خساره نادي الوحدات؟ خلص بقول لك عدم توفيق فيش ما في شيء اليوم معلم اليوم كل لعيبتنا كانوا على قد المسؤوليه. بشكر جمهورنا من صغيرنا لكبيرنا كان بدنا انه نفرحهم ان شاء الله لسه الدوري ما خلص. نعم. بالنسبه للحسابات لسه ما خلص بكره مباراه انا ما بطلع على الفيصلي كفريق انه يفوز او يخسر انا بهمني نتيجه فريقي انا افوز على الفيصلي 2-0 باخذ الدوري فريق مواجهات وبنتمنى انه يكونوا لاعبتنا زي اداء اليوم وان شاء الله اللي بيستاهل الدوري بنقول له مبروك. طبعا تحيه لكل جمهور الوحدات ولأخونا معاوية طرمان زلمة فيصلاوي مقدر ومحترم. طبعا بين الوحدات والفيصلي والشغلة من ناشد جمهورنا قبل جمهور الفيصلي في عنا مبارتين يعني كأس ودوري نتمنى من الجمهور يكون واعي وعاقل بدون مشاكل نسلم على بعض نهدي نفوس بعض وإن شاء الله اللي بيستاهل الدوري نقول له ألف ألف مبروك الله يعطيك العافية. أول شيء تحية للجمهور قبل اللعيب جمهورنا أبطال ما قصروا بالملعب نهائي. ثاني شيء تحية لزلام بالملعب قدر الله ما شاء فعل بإذن الله الدوري أخضر بإذن الله. من الآخر لعب الوحدات اليوم حلو كثير وما شاء الله عليهم ما قصروا نهائيا لعبهم بجنن بس ما حلفنا الحظ والحمد لله. ألف مبروك للحسين وهرد لك للوحدات وإن شاء الله القادم أجمل. بس بدي شغلة واحدة الزعبي قلب بفون قلب يزم مش هيك مع الفيصلي ولا عمل إشي ولا صطابي طابي أجت دهل والله ما صدى. أما أي فريق مع الوحدات سبحان الله الحارس بقلب ياك سياسي يا بفون ونادي برشلونة ونادي مدريد أقسم بالله ما هو هيك إشي بقهر يزم الاستحواذ يزم أكثر من 70% للوحدات والله لكوهم للحسين. بس يلا الحمد لله على كل شيء وان شاء الله لقدام بنعوضها قدام الرابطه قدام الفيصلي وان شاء الله الدوري وحدات. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اداء مميز للوحدات لعب بطريقه حلوه كثير لعبنا استحوذنا على الملعب تقريبا فوق 80% لعبنا اوفر لعبنا شوط لعبنا داخل الستة لعبنا كل شيء اليوم بس الحمد لله ما في توفيق وما في حظ قدر الله ما شاء فعل. احنا بنبارك وش لجمهورنا العظيم على هذا الاداء وبنقول لهم الحمد لله على جمهورنا انه كل مباراه بيجي واحنا ضايل 3 جولات لسه والدوري لسه في الملعب. احنا نفوز على الفيصلي فرق مواجهات لو نفوز 2-0 ما بهمنا اذا الفيصلي خسر الفيصلي تعثر المهم احنا مباراتنا 3 نفوزها ونفوز على الفيصلي فرق هدف باذن الله الدوري وحداتي. اول شيء بتحيه للجمهور كامل دون استثناء. انا والله جاي من الزرقه وهي عائلتي واقفه غاد شايفها جاي من الزرقه بحيي الجمهور بس بدي احكي ايش شغله واحده ليش الزعبه لعب هيك وسلامتكم. اسعد الله مساكم. اول شيء بحب ابارك لفريق الاربد على نجاحه وكانت الحمد لله مباراه جميله وممتعه جدا. اول مره انا بجي من فلسطين وبحضر مباراه الوحدات فحي يعني هارد لك للوحدات ونتمنى لهم الفوز بالمباريات القادمة إن شاء الله ونتمنى لهم التوفيق مهما مين ما ربح مين ما كان يكون أولاد الأردن وطن واحد وأولاد شعب واحد. نتمنى للجميع الفوز ونتمنى للوحدات في إن شاء الله أنه يتفوق في المباريات القادمة وشكرا لكم جميعا. هذا جمهور والله بيجي فيه كأس عالم وحرام هاي الجماهير تروح زعلان زيها. بإذن الله الدوري وحداتي بإذن الله وإن شاء الله راح نفوز على الفيصل 2-0 ونتأهل على الدوري.